صراحة الحمد لله أن الكرة الجزائرية تخلصت من عبء آخر، لكن هذا لا يخدم كثيرا الكرة الجزائرية، لأننا مللنا من تغيير المدربين مثلما نغير الأقمصة. نحتاج إلى مدرب كبير يقود هذا المنتخب وهؤلاء النجوم، ونريد استقرار ونريد عقد مع مدرب كبير يحترمه هذا المدرب وتحترمه الاتحادية ونحترمه نحن أيضا. لا نريد أن نأتي بمدرب آخر ربما سيكون أفشل من هذا المدرب، لأن الاستقرار مهم جدا في كرة القدم. لكن حان الوقت أن يرحل غوركيف. ممكن الاتحادية لم تفكر في طريق خروجه، لكن هو الذي فرض هذه الطريقة وأراد أن ينهي هذا العقد بتراضي. المنتخب الجزائري قريب جدا من تأهل بطولة إفريقيا، لكن حان الوقت مرة أخرى للتفكير في مدرب كبير. طبعا المدربون الكبار لا نستطيع أن نعثر عليهم بسهولة، لكن هناك بعض الأسماء ممكن أن تقدم خدمة، لأننا نملك نجوم كبار الآن، خاصة محرز الذي بعد فوز اليوم فهو قريب جدا من الفوز بالدوري الإنجليزي، هذا مفاجأة كبيرة. عندنا فغولي، عندنا إبراهيمي، عندنا لاعبين كبار يمكن أن يقدموا شيء كبير للكرة الجزائرية، لكن نريد مدرب أيضا يحترم الكرة الجزائرية، مدرب يحترم المسؤولين الجزائريين، يحترم الشعب الجزائري، يحترم تاريخ الكرة الجزائرية، لا مدرب يريد فقط أن يشرك اللاعبين المحترفين أو المتكونين في الخارج. طبعا حان الوقت مرة أخرى نجد هذا المدرب الكبير، والاتحادية الحمد لله لديها أموال طائلة يمكن أن تستقر هذه المرة مع مدرب كبير وتكون لديه كل الصلاحيات. فقط ربما نحن أحوج الآن إلى مدرب أيضا من أمريكا الجنوبية لكي نغير، لأن كل المدربين الذين مروا علينا إما بلجيكا وإما فرنسا، هذه المدارس التي الآن لم تعد المدارس التي يضرب بها المثل، الآن الأرجنتين التي تقدم مدربين كبار. أنا منذ 5 سنوات كنت طرحت اسم كبير جدا، بيكرمان الذي كان معنا محللا في الجزيرة الرياضية في كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، كنت طرحت هذا الاسم بيكرمان. الآن تصور أن منتخب كولومبيا أصبح من المنافسين للبرازيل والأرجنتين وتشيلي والمنتخبات الكبيرة في أمريكا الجنوبية، هو أرجنتيني، رجل لديه إمكانيات كبيرة، كان درب منتخب الأرجنتين أيضا في كأس العالم 2006، مدرب أيضا لديه ثقافة كبيرة، يتكلم لغات متعددة، وأيضا نجح مع كولومبيا الآن. منذ عهد ماتورانا المدرب الكولومبي الشهير لم يستطع المنتخب الكولومبي أن يقدم كرة جميلة ويناسب كثيرا اللاعبين الجزائريين المهارين، ويجد أيضا حلول للمنظومة الدفاعية في المنتخب الجزائري الذي أصبح يتلقى 3 أهداف أمام منتخب إثيوبيا. غوركيف ذهب لأنه لم يستطع أن يصمد ولم يستطع أيضا يقدم بديل أو أن يأتي بشيء جديد مقارنة بفايد. يعني لا نريد أن نغير غوركيف لكي نأتي بمدرب أقل مستوى من غوركيف.